أنا دكتور ياسر الجوهري، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بكلية الطب ومؤسس المؤتمر الدولي للتجميل ICC. تمام، في البداية حضرتك عرفنا إيه هو مرض البهاق؟ مرض البهاق ببساطة عبارة عن فقدان صبغة الجلد اللي هي الميلانين. ده بينتج عن حاجات كتيرة جدا، ممكن تكون حاجات مناعية أو ممكن تكون بعض الحاجات اللي نشطت إن الصبغة تبتدي تضعف. تمام، هل البهاق أنواع؟ طبعا البهاق انواع كتيره جدا. في بهاق حاجه اسمها جنراليزد، يعني بيجي في معظم مساحات الجسم، وفي نوع تاني اسمه لوكاليزد، او ده بيجي في اماكن محدده. طب لو اتكلمنا عن القصه دي ممكن تحصل ازاي، هنلاقي في لحد دلوقتي نظريات لحدوث مرض البهاق. يعني لحد دلوقتي ما قدرناش نحط ايدينا او نحط صباعنا على سبب معين لمرض البهاق، هي مجرد كلها نظريات وبيتعمل عليها كتير قوي من الابحاث. على سبيل المثال، اول نظريه طلعت اللي هي حاجه اسمها نيورال ثيوري، اللي هي بتقول ان سبب البهاق نتيجه خلل في الاعصاب بتاعه الجلد اللي بتغذي منطقه معينه، بيتفرز منها مجموعه انزيمات بتكسر صبغه الجلد، ودي لقوها في حاجه اسمها سيجمنتال فيتيلايجو. ولقوا حاجات كتيره جدا زي زياده الحاجه اسمها رياكتيف اوكسجين سبيسيز، اللي هي الاكسجين الضار، لان كلنا عارفين ان الاكسجين العادي بتاعنا عباره عن ذرتين، ولو زادوا بقوا ثلاثه بقى اسمه الاكسجين الضار، وده ممكن يسبب تكسير لخلايا الصبغه بتاعه الجلد. لقوا برضو اسباب تانية زي وجود بعض خلايا المناعه اللي ممكن تروح تهاجم الخليه الصبغيه اللي هي الميلانوسايت، اللي ممكن بعد كده تبتدي تتكسر، وبالتالي في المنطقه اللي اتكسرت فيها يبتدي البهاق يظهر. تمام، هل في اماكن تبقى معرضه بشكل كبير للاصابه بالبهاق؟ تمام، برضو زي ما قسمنا ان هو في حاجه جنرالايز او عامه، او حاجه لوكالايز يعني بتيجي في اماكن مخصوصه، هي نفس الكلام. في نوعين شهيرين جدا، انه حاجه اسمها اكروفيشال، ده اللي بيظهر في الاماكن المعرضه زي الوش واطراف الاصابع واطراف الاقدام، وده بيبقى من اصعب الانواع اللي بتتعالج. الحاجات التانيه ان هو بيجي في اماكن الجسم الداخليه المتغطيه، اوكي، وفي نوع ثالث ممكن يجي في الاعضاء التناسليه. اوكي، دي الانواع بتاعته الشهيره، وكل نوع بيبقى له اسلوب علاج مختلف عن النوع الاخر. تمام، هل مرض البهاق وراثي؟ زي ما قلنا في الاسباب بتاعته، الحاجات اللي ذكرناها هنزود عليهم بقى عنصر الوراثه، لان هم لقوا ان ممكن مرض البهاق يورث ما بين العائلات. عشان كده بننصح دايما بعدم تكرار زواج الاقارب، بالذات لو كانوا فيهم بهاق. يعني عايزين نقول على سبيل المثال، لو الاب عنده جين البهاق في عيلته والام عندها جين البهاق في عائلتها، فبالتالي الاطفال هتبقى نسبه حدوث البهاق فيهم عاليه حتى لو كان الاب والام ما عندهمش. تمام، هل البهاق ليه مضاعفات؟ لو جينا كمضاعفات مرضيه، خلاص ملوش مضاعفات مرضيه، لكن ظهور البقع على الجلد وشكلها ده بيأثر نفسيا طبعا على المريض، وبيبقى هنا المضاعفات مضاعفات نفسيه، لان المريض طبعا بيبقى متضايق ان الناس كلها بتبقى شايفه ان في على وشه العلامات البيضاء في الاماكن الزهرة، بالذات السيدات في الاماكن الداخليه برضو لو ظهرت بتبقى بتسبب لهم مشاكل نفسيه وعائليه بعدين. تمام، ايه بروتوكول العلاج وازاي بيتم تشخيص المرض، وهل في امراض جلديه اخرى بتتشابه مع البهاق؟ بصي، الشابتر اللي في كتاب الجلديه عن الامراض اللي بتسبب ضعف للصبغه كتيره جدا، لكن البهاق مشهور قوي بتشخيصه بالكشف الاكلينيكي واستخدام حاجه اسمها الوودز لايت، ده اللي بيبين لنا او بياكد لنا ظهور البهاق. وساعات بعض المرضى لما بيبقى في بقع بيضة في جسمهم وشاكين انها فيتيلوجو، بنضطر ناخد عينه من الجلد وندور هل الخليه الصبغيه موجوده ولا مش موجوده. ده بالنسبه للتشخيص، هو طبعا بيبقى تشخيص اكلينيكي، لان هو البقعه البيضاء بتاعه البهاق بتبقى شهقه قوي وباينه، بنسميها ميلكي وايت، بتبقى سهله جدا للتشخيص حتى لصغار اطباء الامراض الجلديه. بالنسبه للعلاج، العلاج اول ما ابتدوا علاج البهاق ابتدوا باشعه الشمس، وسبحان الله زي ما الشمس بتعالجه الشمس برضو بتتسبب في ظهوره. علشان كده لازم نعرف ايه انواع او نوع المفيد من اشعة الشمس اللي ممكن يحسن المريض، وايه النوع اللي ممكن يضره. بنقول دايما اللي بيحسن المريض الشمس بتاعة الشروق
الصبح بدري اول شمس بتاعت الغروب. لكن الشمس القويه اللي هي من الساعه 10 لحد الساعه 4 لو المريض اتعرض ليها فتره طويله ده بيسبب الى نشاط في مرض البهاء. الفكره دي خلتهم يبتدوا يعملوا العلاج الضوئي اللي هو الاشعه فوق البنفسجيه، اللي هي عباره عن الاشعه بتاعه الشمس لكن مشتقه من في هيئه لومه طبيه، بتبتدي تطلع الطول الموجي اللي هو اللي بيبقى موجود فتره الصبح بدري او متاخر، وتبتدي تعالج اشعه الشمس. ودي في منها نوعين، نوع بيشتغل دايركت على طول على الجلد، ونوع بيحتاج انه يدهن قبليه دهان يزود امتصاص الجلد الاشعه فوق البنفسجيه. اتطور الموضوع اكتر، قال لك لا طب ليه المريض لو هو عنده بقع بسيطه في جسمه يقف جوه جهاز فيه لومض، فبالتالي هيعرض بقيه الجلد الاشعه فوق البنفسجيه، فالبهاء هيتحسن والجلد الباقي هيسمر لان هي تعتبر شمس. فعملوا حاجه اسمها الاكزايمر ليزر او الاكزايمر لايت، اللي هو بيبتدي يضرب نفس الاشعه فوق البنفسجيه بس باماكن محدده اقدر انشنها على الاماكن اللي فيها مرض البهاء. ده العلاج الضوئي. طيب ايه العلاجات التانية اللي احنا ممكن ناخدها؟ ادوية المناعة. احنا زي ما قلنا ان ممكن يبقى في خلل في جهاز المناعة يخلي الخلايا المناعية تهاجم الميلانوسايت او الخلية الصبغية عشان يطلع منها او تسبب مرض البهاء. فابتدينا ندي انواع من الادوية زي الكورتيزونات بجرعات صغيرة جدا، او ادوية هنسميها مظبطات المناعة مش مثبطات المناعة، انها بتظبط مناعة الجلد انه يبطل انه يهاجم الخلايا الصبغية. تمام. هل لما بيجي مريض البهاء ياخد العلاج دايما السؤال اللي بيبقى عنده عايز يطرحه، البهاء هيخف امتى؟ هل بيبقى في فترة زمنية ولا حسب استجابة المريض؟ طيب خلينا نعرف ان الشفاء ده بايد ربنا، واحنا مجرد اسباب للشفاء. لكن احنا وظيفتنا ايه كاطباء؟ ان احنا بالذات كاطباء جامعه ان احنا نوصف العلاج المظبوط لكل مريض. يعني ما ينفعش يروح يجيب ادويه من عند العطار ويقول انا جربت او شفت في التلفزيون اعلان ما كانش حد غلب. يعني احنا لحد دلوقتي كل سنه بنحضر مؤتمرات مخصوصه للبهاء. اوكي؟ فبالتالي يبقى احنا هيبقى عندنا كل الجديد. فالقصة كلها الشفاء ده بإيد ربنا، ومفيش نسبة معينة للشفاء منه، لكن كل ما بنبتدي بدري كل ما النتائج بتبقى أحسن. كل ما البهاء بيبقى قديم كل ما النتائج بتاعته بتبقى بطيئة وضعيفة شوية. خلينا هنا هنذكر بس حتة البكتيريا العنقودية، إيه تأثيرها على الإنسان؟ طيب هي اكتشفت في مرض البهاء بصورة غير مباشرة. بعض النباتات اللي هي اللي كانت بتطلع من غير احنا ما نزرعها، انا ما بحبش كلمه شيطاني لان ما فيش حاجه اسمها شيطاني، دي بتبقى ربانيه بس هي اتسمت الخله الشيطانيه. دي مواد او اعشاب بيبقى فيها ماده بتفرز او بتخلي الجلد حساسيته للضوء اعلى فيبتدي يغمق في اماكن البهاء. المادة اللي جوه العشبة دي اسمها ميلادينين، خلاص، وهي دي اللي بتبتدي تزود امتصاص الجلد الأشعة فوق البنفسجية فيبتدي يسمر. مين اللي بيحول الإفراز اللي خارج من النبات ده الميلادينين؟ اللي هي البكتيريا العنقودية. فهو لما عرفوا القصة دي قال لك طب ما احنا هندور بقى على الأعشاب دي كتير وهنطلعها منين؟ طب ما احنا نبتدي نشوف المادة دي تركيبها ايه ونحضرها معمليا. وده اللي نجحوا فيه، ان هو بقى في مادة الميلادينين دي جاهزة محضرة معمليا وبتبتدي تتحط على الاجزاء اللي فيها البهاء قبل جلسات الاشعة فوق البنفسجية علشان خاطر تحسنها. اول حاجة مجرد ما تشعر ان في لون فاتح ابتدى يظهر على جلدك توجه الى اقرب طبيب جلدية ليك. تجنب اشعة الشمس الضارة اللي هي زي ما قلنا من الساعة 10 الصبح لحد الساعة 4، ولو كنا هنتعرض لها يبقى لازم نحط واقي شمس بعدد مرات متكرر علشان نفضل حاميين الجلد من أشعة الشمس. نبعد عن التوتر والاسترس العنيف لأن ده بيبتدي يلخبط جهاز المناعة وممكن يخلي أماكن البهاء تزيد. وناكل دايما الحاجات المفيدة للجسم، دايما بنقول الحاجات اللي فيها الأنتي أوكسيدنتس أو مضادات الأكسدة زي الفاكهة والسلطة، دي من الحاجات المهمة جدا تكون في حياتنا اليومية في الأكل بتاعنا.